كان حن من نيسو هنا نشخ محمود عطية كدوسينو أفطر بقلقف يعبتان كوغيو بيهية وحاسو بحيي قالين يرو قربة شوغا أولا إذا أددال سومالان فونديشن قالين يردن واحد كمي نسيين فكر كاه إلا عاويو بلشد سومالان قارحان كوة تمر طيب لقا عاودين عاصماتك وحبر الشدة يهور مرينة بلشدة أدر ومركو الرئيسي أي سبيان أي سوكر سيان قبل كأوضل قريبا حيوثيان قبل كمروديجيه يو تقدر أفتر كان مانتو أفتر كو رئيه قبل كأوضل يكفريان قارحان مقالة بورما مسجد كجيت قبله هو مسجد هو قديم سن وقنا عاصن وقنا ضد بدن مقالة بورما سيدا أود أن أقول لنا إن الشيخ محمود نور نجار بلي هذا بلو ما هذا علنا سنة إلهي ميسك سنة كغدره بقول قفنا في السنة نمانتا شرابكو يتمرتو يسام بسول يحول ويكتران يكن يلو رين دونا وح نلتشو قصوا كلا شيخ مسكيتك شيخ محمود عطية يماير يمكن مقالة بورا ما عمر إلهي مركب الشيخ خان سو أري لبي أري من هذا علنا جدي يتكلم ده يرادو يرادو السلام عليكم يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد دل يرى شرفت له رسول الله ورات هوغنا الى اسلام او ختمه او خير الله او ختمه امين وهي كدور يعني الى جدينا الله الله سي وهو انه هاد عليا انما هذا اللي يرضى بابا كقصو ترى بوغان يو وخ مخو علامه كلي كسرينا هذا سوينه ما انت انا مفساجه في الدين يريد معيداني ومسات هو عام صلاة يقولون الرئيس افتر كارده ايها بقول لمن بقول لنا افتر كارده بس ده وانك عقب الله وانكم وانون من مهد علينا الهي لو حكر الجيد الى الهي انت الضمان انت سلاعي وناك ايه سلاعي ودام الله والله ينوى في الشيء حدون يسانا قررنا الله ينسي سيد كارو الله دي سيئة وحن ليش هكيا يعيد هكا لما تالي الدمنا يا دمانتي يواد كور هيني سين موتي هاي داني كان كنا قريب سين ورجل سوقي بكريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما هتسيني هاي الشيخ محمود أنا بواحد ما قاعد يقول إلا بعد عسيس تريا ظاهر بارضا وحكي مدي دلك السودان وحن وكي رباها دل يرضا قد دال سومالي فونديشن قبل كان أوضل on أو يا هيد وشديد إنه قاعد سيو أفتر كان مسجد قبله ونا وين ما تيجي سي نوغا أقبلن نقولنا دعيان ما يركز ونا لبدي أري كجها بورا ما تيجي عمر إلهي هيا نسقنا تي كورن لها لبعض السلام يا عبد العزيز وطور فيها أوفد ده الصومالي لان فوريشن مهنتي أركان الصومالي لان فوريشن وبدن غليه وصومالي لان أركان كوبان سلام حين ذاك ما غليه عبد العزيز waxay mar hore ka fuliyeen hawlaha kale gobolka Fudjax iyo Tigreer maantana waxa ay nala joogan halkan kooxame aad iyo aad ay u mahadsiin dadka badan ee muujiyeen ku soo xusuusteen dalkooda iyo dadkooda gaar ahaan talaanta uu joognay dadka tabarta yar aad baan u mahadsanahay akhbaar war kanta ka hayna in ay dhawaan ka fulin doonaan hawlo kale oo sarfada oo ay ka mid yihiin inay madam qabool kale yahay qabool waxbarashada go'aanka bogaag ay u keen doonaan wala bilriin caawin doonaan sidoo kale waxa ay loo sheegeen inay wax ka qaban doonaan baahiyaha caafimaadka oo iyaga qab caafimaad keen doonaan hadii la heyto ilaahay ma qabto dhammaan allah ay balan qaadeen wixii dambe ee fidigu jirana allah ha suurta geliyo waan ku soo dhaweynaynaa dunyada ee qabad ka dhacay bujiyeen waxaan la shaqayn doonaa hadii ilaahay uu waran ka mahad celinayo waxa ay sameeyeen inta kale aan wali dareenkooda ku jirin inay umadooda wax la qabtaan oo waxaan ku baraarujinaynaa inay ku daydaan dhalinyarada ku dadaashada aad iyo aad baan u mahadsantahay afur wanaagsan ciid wanaagsan insha allah hadii ay ciidi noo noqoto hadii kalena waa kulli way dhowdahay maanta waa maalintii u dambeysay baan u malaynayaa haddayna maalin aynu ku biirin marka dhammaan dadka islaamka gaar ahaan reer somaliland ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا المك